ما هو التوحيد؟ Va à tawhid ou va à définition à tawhid. قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ Det kan en du bli spurt, er du muahid, en som tilber kun Allah? تقول نعم أنا موحد. يقول اشرح لي التوحيد. Du sier til han, ja, jeg er muahid, jeg er en som tilber kun Allah. Så blir du spurt, forklar meg hva tawhid er. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. Tawhid er å engjøre Allah سبحانه وتعالى, de tre typene av tawhid. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. أمور خاصة بالله لا يشاركه في أحد. دار also أن يرى الله سبحانه وتعالى ده سم تلهر كن هم. توحيد الربوبية. توحيد ال أو أن يرى الله سبحانه وتعالى هانس حرسكاب. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الخلق الرزق مثلا نعم. توحيد إحرسكاب ده بتير أو أن يرى الله سبحانه وتعالى هانس هاملينير سون سم سكابلسة وغ وفشرقه. نعم. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ونمبر 2 توحيد إيتيل بيلسا والله سبحانه وتعالى، ده بتيرو إنير الله سبحانه وتعالى آل فورم فوتيل بيلسا. نعم. الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. نمبر 3 أرو إنير الله سبحانه وتعالى ينس نام وانس أتريبيتر. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. في بكرفتر all det Allah سبحانه وتعالى بكرفتر for seg selv og det profeten صلى الله عليه وسلم بكرفتر for han fra navn og attributter. ننزه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. وفي أبهر الله سبحانه وتعالى fra å bli sammenlignet med sine skapninger. نؤمن ونصدق ونسلم ولا نسأل كيف أو لما والله أعلم. Vi tror og vi overgir oss til Allah subhanahu wa ta'ala, og vi spør ikke hvorfor eller hvordan er det sånn. Allahu alam.